بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هتكلم على برنامج سهل جدا في التورنت اسمه كيو بالتورنت. البرنامج ده اوبن سورس ومجاني، مفيش مشكله خالص ان انت تحمله وتشغل عليه. البرنامج كله ببساطه ان انا باجي هنا في السيرش اقول له انا بدور على وليكن مثلا اوتوكاد، اي كلمه انت عايز تدور عليها، هو بيبدا يدور في كل الاجهزه الناس اللي هي مسطبه البرنامج دوت وعندها الاوتوكاد او اي كتاب او اي حاجه انت عايز تدور عليها. تمام، لقيت مثلا دوت او دوت اخر اصدار 2016، اقول له انا عايز احمله، ممكن ادوس عليه مرتين يبدا يفحص ايه اللي موجود في قلب الملف دوت. تمام، بيقول لي دي الملفات اللي جواه، هل انت عايزهم كلهم ولا مش عايز مثلا 32؟ تبدا تشوف ايه اللي انت مش عايز تنزله، وغالبا رد مين ما يبقاش في حاجه لازمه، او تحملهم كله مره واحده وبعد كده تلغي زي ما انت عايز. تمام، هتحملهم فين؟ تبدأ تشوف انت عايز تحط في انهي فولدر، بعد كده بقول له اوكي، فهو بيبدأ يحمل في الترانسفير هنا. تمام، ممكن توقف في اي وقت او تلغي زي ما انت عايز، لان الحاجات اللي هي خلصت في التحميل اتحملت. تمام، ممكن تيجي هنا لو انت عندك التورنت جاهز بقول له التورنت واروح ضايف التورنت بتاعي، او اضيف التورنت لو انا عندي لينك ليها هتبعت لي اللينك. تمام، فهو برنامج يا ريت نستخدمه صح ونحمل كتب وبرامج كويسة منه ان شاء الله.